أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز وتدعيم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة وقد جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان وخلال استقباله نائب رئيس المحكمة, المحكمة المحاسبة الفيدرالية البرازيلية أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعميق علاقات الصداقة مع البرازيل في مختلف المجالات لا سيما في مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جاك ساليفان مستشار الامن القومي الامريكي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجيه واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه الى جانب السيده نيكول شامبين القائم باعمال السفير الامريكي بالقاهره والسيد بريت ماكجورك منسق الشرق الاوسط بمجلس الامن القومي الامريكي والسيد جوشوا هاريس رئيس اداره شمال افريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي والسيدة إيريانا برينغوت كبير مستشاري رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي نقل إلى سيد الرئيس تحيات الرئيس جو بايدن وكذلك تأكيداته على أهمية وقوة التحالف المصري الأمريكي مع تطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة ونقلها إلى أفاق أرحب خلال الفتره المقبله وذلك في اطار علاقات التعاون الوثيقه والممتده بين البلدين خاصه في ضوء الدور المصري الهام بقياده السيد الرئيس في منطقه الشرق الاوسط باعتبارها دعامه رئيسيه للامن والاستقرار لاسيما في هذه المرحله الدقيقه التي تشهد ازمات دوليه واقليميه من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياتي إلى الرئيس الأمريكي بايدن مؤكدا سيادته حرص مصر على تعزيز وتدعيم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة وكذا تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة وذلك في إطار المصالح المشتركة للبلدين ولدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من توتر واضطراب أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد السيد الرئيس على أن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية من شأنه أن يفرض واقعاً جديداً ويفتح آفاقاً واسعة لبناء السلام، ومد جسور الثقة والتعاون والبناء والتنمية في سائر منطقة الشرق الأوسط. في حين أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن التقدير البالغ للإدارة الأمريكية. تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة إلى جانب دورها الأساسي في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومبادرات إعادة إعمار غزة كما تطرق اللقاء كذلك إلى مستجدات عدد من القضايا الإقليمية حيث أكد سيد رئيس الموقف المصري الثابت والمستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية بما ينهي معاناه شعوبها ويحافظ على مقدراتها، وكذا يساعد على شغل الفراغ الذي اتاح للجماعات الارهابيه التمدد والانتشار. كما تم في ذات السياق مناقشه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحه الارهاب والفكر المتطرف، حيث اشاد السيد سوليفان بجهود مصر الحثيثه على هذا الصعيد. وتم التوافق بشأن أهمية دفع التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من خطر رئيسي على المستوى الدولي تم أيضا مناقشة مستجدات قضية سد النهضة حيث أكد سيد رئيس على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد برونو دانتاس نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية وذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة المسؤول البرازيلي إلى مصر مشيدا سيادته بتميز علاقات الصداقه التي تجمع بين مصر والبرازيل ومؤكدا حرص مصر على تعميقها في مختلف المجالات لا سيما في مجال الرقابه الماليه العامه والمحاسبه وذلك في ظل الرؤى المشتركه والخبرات المهنيه الواسعه التي يتمتع بها كل من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر ومحكمه الحسابات الفيدراليه البرازيليه مستعرضا سيادته في هذا الاطار الجهود التي تبذلها مصر من خلال استراتيجياتها المختلفه لمكافحه الفساد ومراجعه الاداء الحكومي وتوفير مناخ من الشفافيه والنزاهه والمساءله. من جانبه ارب السيد دانتاس عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مثمنا الروابط التاريخيه المتينه بين مصر والبرازيل. ومؤكدا حرص بلاده على تعزيز التفاهم المشترك مع مصر في مجال الرقابه الماليه والقانونيه ومكافحه الفساد خاصه في ظل اهميه دور الاجهزه المعنيه بالبلدين في حمايه اموال وممتلكات الدوله ومشيدا في هذا الصدد بما حققته مصر بقياده السيد الرئيس خلال السنوات الماضيه في مجال التنميه الشامله اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعظيم التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدين خاصة في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة انتوساي وذلك في ضوء كونها الصوت الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومنصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية بشأن توفير المعايير الرقابية للقطاع العام وتعزيز مبادئ الحوكمة."